اكشن. السلام عليكم الدراري، اليوم غادي نعدلو الانرجي بار ديال الشوفان اللي الدراري كيسولوني عليه بزاف. حتى هادو انا كنعدلهم كنخرج بهم ملي كنكونوا خارجين بيكالا، ولا اغلبيه بيكالا لا مونطانيا ولا ديال الكاريرا. هذا الشوفان كيعطيك طاقه بشويه باش ما كيطلعلكش نسبه السكر بزاف ويولي هابود عاوتاني، كتبقى بحال كنقولوا كتحس براسك خاوي، المازوط كيتسال. هذا كضرب منه شرطه ملي كنقطعوه، كضرب طرف كل نص ساعه ولا ساعه، كتبقى دائما مشارج. المقادير اللي غنحتاجو: عندك 250 غرام ديال الشوفان مخلط، عندك 3 د البنانات اولا 300 غرام د البنان، شويه د الملحه، عندك 2 غرام ولا 3 غرام ديال الملحه و 3 غرام ديال القرفه باش كطي واحد المذاق مزيون، 2 كتشارات ديال العسل، عسل هي عاديه ولا حره اللي عندك دير. طبيعة الحال فين غنخلطو البنان؟ غادي نطحنوه. ها انت 3 د البنانات. اللي ما عندوش هاد البياسه في الدار، اللي ما عندوش هاد البياسه في الدار يمعسو بالكوتشاره ولا شي حاجه. ها انتما كتشوفوا كيفاش كيولي. دابا نبداو نخلطو، نحطو الشوفان، داك العسل، و البنان. دابا نخلطو داكشي. ما إلا بلك هكا جاري شوية زيدلو شي 50 غرام عاوتاني أخرى وخلط. هانتوما كتشوفو كيفاش كيولي كيشبر راسو هكا. حنا عاد نزيدو نطيبو في الفران باش يشبر راسو مزيان، تبقى تخرجو معاك في الجيم ديال البيكالا ولا لاخور مكيطيحش. غتعدلو الطاوة ديال الطياب هيدا، دهنوها شوية بالزيت ولا الزبدة باش ما يلصقلكمش. غنكبو ديكشي صافي. دابا غادي نسرحوها. دابا انا درتي شويه، حاول يعني كل واحد يدير على العبر ديالو. حنا نجيبو هذيك سنتيم ولا سنتيم ونص في الغل، حط كيلي هيدا. ها شوف كيفاش كتجي. دابا الواحد الا كان كيريض يوميا ولا شي حاجه كيستهلك منه بزاف ممكن يدير طاوه كبيره، لكن بعدا ما خصوش هو يبقى بزاف، ممكن يبقى لك سيمانه جوج باش ما يقبح شي والحاجه وصافي الحاجه تبقى طريه. ودابا غادي نديروه في الفران. الفران عندك 10 دقائق حتى ربع ساعه. عاد تشوفوا بدا كيتحمر من الفوق، حيت هو اذا ممكن تاكلو ماشي شي حاجه، كتحمرو باش يزيد يشبر راسو. وهادشي اللي كان ندخلوه الفران ومثالين نوليو نوريكم عاوتاني. ها هو دابا طايب، دوزنا قول ربع ساعه يولي بحال هيدا حميمار، شبر بلاصتو هانت بقى شي معجن. دابا نوزو نحطو هنايا باش نقطعو الطريط فاش اللي غتخرج منك. ها انا كندير لا قد هكا باش كتبقى تجبد وحده ما تبقاش تجبد بزاف. كنقطع هانت شاده بلاصتها، شاده راسها، مكتسول لا والو. كل ساعه ضرب وحده ولا جوج غتبقى مفيك انت، راه كتعرف بيكالا الا تسال المازوط واخا تكون ماشي اصحح. ديك الرجلين ما كيبغيوش يدور. جات معايا الجبه ديك الساعه، نتوما اللي كيعجبكم الحلاوه زيدوا العسل الملحه هو هذا كلشي ناض. العسل حتى هو كيعجبو الشوفان. ضرب ضرب الشوفان بالصحاح. نوريكم دابا كيفاش كنلوه باش السلوفان باش كنخرجوه باش كيبقى نقي وهذا وكيجي ساهل تبدل. ها انت كنديرو طريف، كنتني هكا ليه، كنجيب هادو هنايا، هادا عاوتاني هيدا، وكتكمل باش كيتغطى من جميع الجوايع من الحاشية ومن الفوق وكدا. هادي وكديرو في الجيم اللاوري ولا في شي صويا كعندك ولا شي حاجة. هيدا كنخرج انا جوج، الا كنت خارج انا لا جوج سوايع عيدا ولا ساعه ونص كنخرج جويجات كنبقى ندخ. هانتوما هذا كيفاش كنديرهم، كنجمعهم كاملين في السلوفون كنديرهم في الطويصه وكنخليهم في الثلاج فيما كنكون خارج، كنهز شي جويجات وكنخرج. يلا خوتي نتمنى يكون عجبكم الفيديو واستفدتوا. الدراري بزاف كيصاردوا لي ميساجات درنا الشوفان درنا الشوفان او وصاب تخرجوهم وتعدلوهم، اقتصادي مفيد صحي وكيعطي لي انرجي بزاف. يلا نتلاقاو في الطريق ان شاء الله. السلام عليكم.